بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. الإنسان جسمه يمرض في بعض الأحيان، طبيعي، فيذهب إلى الطبيب، إلى الدكتور، إلى الحكيم، شو تعبر عبر، وينطي بعض العقاقير المادية، وباستخدام إلها الله جل وعلا يمن عليه بالعافية والشفاء. الروح هم تمرض وتحتاج إلى عقاقير معنوية، النفس تمرض وهم تحتاج إلى عقاقير. بعض الأحيان ننتقل من مرحلة مرض الفرد إلى مرض المجتمع. المجتمع بعض الأحيان يمرض، يعني تصير أكو ظاهرة سلبية بمجتمع ما، وتظل تكبر 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 إلى أن تصير ظاهرة، وهي سلبية، ظاهرة مرضية سلبية يبتلى بها مجتمع من المجتمعات. هاي شلون نعالجها؟ أيضا أكو عقاقير، مثل مال الجسم أكو عقاقير، مثل مال الروح، مثل مال النفس، أيضا أكو عقاقير للمجتمع لما يمرض حتى يشفى من مرضه بإذن الله تعالى. شنو عقاقير المجتمع إذا مرض؟ واحد، المجتمع يتوجه نحو تقوى الله جل وعلا. بس تقول لي شنو الربط يتوجه نحو؟ شنو الربط؟ المجتمع إذا توجه إلى تقوى الله راح يترك الكذب بالقول، راح يترك الغش بالمعاملة، راح يترك طلب الرشوة، راح يترك أمور أخرى كثيرة يتركها. المجتمع إذا اتجه نحو التقوى، النظر إلى أعراض الناس وغير ذلك، هذا الأول، الأمر الأول اللي يحتاج المجتمع إذا مرض. الأمر الثاني أو العقار الثاني الصبر. الصبر، واستعينوا بالصبر، يقول رب العزة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر، علاج المجتمع يحتاج إلى وقت، التغيير المجتمعي يحتاج إلى وقت. صبر، هذا عقار ثاني مهم. أكو عقار ثالث، حسن الخلق، أخلاق. النبي صلى الله عليه وآله شلون غير مجتمع؟ من سيء إلى حسن، بل إلى أحسن. كيف؟ فبما رحمة من الله لنت، هاي لنت يعني مكارم أخلاق، لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قلب لانفضوا. ولهذا في سورة القلم رب العزة هم مدح نبينا بشنو؟ وإنك لعلى خلق. المجتمع ينصلح ويطيب ويشفى من مرضه حسن الخلق، خصوصا بالنسبة للإنسان اللي يواجه، يريد يواجه مرض المجتمع ويصلحه، يحتاج أخلاق. العقار الأخير اللي أشير له، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيء غلط قول هذا غلط، صح قول صح، بس بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالمحبة، بالابتسامة، بالاحترام. المجتمع هم إن شاء الله يستجيب لذلك. هذه عقاقير أربعة مهمة لشفاء المجتمعات المريضة. الله يحرسكم، الله يحرسكم ويديمكم ويحفظكم بمحمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.